عن البسملة آية من القرآن الكريم أم أنها آية من الفاتحة فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن البسملة آية من القرآن الكريم، لكنها آية مستقلة، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، ذلك في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غير هذا الموضع فإن البسملة آية مستقلة تذكر بين أو تكتب بين كل سورتين، هكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، بل هي آية مستقلة ما عدا آية النمل فإنها بعض آية فيها. نعم.